انا محتاج بس اقفل ال محتاج اقفل الكنبي. عملت الاستريمينج ازاي مع هي مش باينه واضحه قوي، بس انا بالنسبه لي حياه عندي سهله ماشيه يعني. طيب الكانوبي شيفت شيفت سي اي ثينك عشان تسمعوني. اوكي كنترول سي، كنترول كنترول سي 3 مرات او الليفر اللي على اليمين. قفلت يا امين؟ هي باينه مبططه. امين ايوه الاستريمنج الليفر اللي على اليمين البرتقالي. ايوه هاته على ورا هينزلك الكوكبيت لغايه سكن اكستنت. ماشي بعد كده العصايه اللي موقفه الكوكبيت دي نزلها يبقى كده تمام. اوكي بعد كده بقى قوم عشان اطلع الليفر البرتقالي دي على قدام خالص. ماشي زي ال اسمه ايه يعني، زي ال المج. زي الميج. ايوه الميج. اوكي هنشغل. اوكي امين خليك معايا واحده واحده بقى. طيب الفيرتيكال بانل اللي على اليمين اللي هي فيها زي الاف 16، مكان الاف 16 كده هتلاقي فيها الورنينج بانل اللي هي العمد الاورنج والاحمر والحاجات دي. هنعمل باتري اللي هو الزرار الاحمر لفوق. ماشي اوكي ادى شويه كهرباء للطياره. اوكي 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 هنرجع اخر بانل في الهورز البانلز النايمه، اخر بانل خالص على اليمين ورا اللي فيها الزرار البرتقالي. اللي فيها زرار برتقالي مدور. اوكي اوكي في 3 زراير فوق، 3 زراير كلهم باصين للشمال، هنخليهم باصين لليمين. التلاته اللي فوق، 1 2 3. لو فتحت الكفر هيخليه يبص على اليمين على طول. لو فتحت الكفر هيخليه يبص على اليمين على طول. اوكي اوكي وبعد كده في زرار اللي هو زي في لوك كده البرتقاني ده، نزله لتحت. ماشي نزله لتحت خليه يشاور يمين برضه صح؟ اه اوكي اوكي وبعد كده هتفتح الغطاء البرتقاني ده، اوكي هتلاقي في زرار ابيض تحتيه، دوس عليه و hold for 5 seconds. اوكي ماشي هتلاقي ال RPM بيعلى لحد 11 RPM على الشمال؟ على الشمال جنب الساعة، جنب الـ3 صفار الخضر دول. اوكي هو الايدل بتاعه كام؟ 49 48. ما هو بعد كده وانت بعد ما تدوس هتلاقيه واقف عند 11، ادي سن تروتل ورجعها تاني في ساعتها يعني اللي وجبه تطلعها. اوكي يعني تقريبا 5000 تر. اوكي طلعها بس شويه صغيرين كده هتلاقيه بيعد، ورجعها تاني بقى عشان ورجعها تاني عشان ما يتحركش. ما تنساش فرامل اليد. زي فرامل اليد العربيه كده يعني. ايوه ورا اشتغلت معاك؟ عندي صوت كده في الكوكبيت يعمل لي تيدين تيدين. ده الاوت فايل. ده ايه ده؟ ده الاوتو بايلوت. المفروض بص عندك كده على الناحية الشمال في الهد. كده انا بص قدامي. انت فتحت البريكس. اوكي تمام. الطياره بتاعتك كان المفروض ان هي واقفه على 49 تقريبا، 49%. اوكي جود. هتلاقي في الحته بتاعت جنب الهد شمال هتلاقي في لمبه صفراء ولمبه حمراء منوره، ده اللي هي الورنينج بانل، الورنينج لامب. دوس عليها بس، دوسها كده عشان ايه؟ ثواني كده عشان انا قعدت على اربع عملت حاجه غلط. مكتوبه دوس عليها بس، دوس عشان تختفي عشان تسكت. دي هي اللي كانت تقول لي بيلين. تقريبا تقريبا. بعد كده هننزل على تحت الورنينج بانل في الاي ان اس.
اللي هي الباد زي 1 2 3 4 5 6 7 8. ايوه اوكي، جنبه في الخن، في خن كده هتلاقي فيه 3 زراير تحت بعضيهم، في خن كده ظنون قوي. الزراير الاولاني فوق، الزراير الاخراني تحت، واللي في النص سيبه. يعني على وضعه. اوكي، اللي في النص سيبه على وضعه. اوكي، دلوقتي عندك لمبتين منورين في الورنينج بانل، صح؟ لا عندي ثلاثة في الورنينج بانل، عندي واحدة بس. بارك، مكتوبة بارك. اوكي. كل وانيمو. طيب، في حركة صغنونة كده، ارجع ارجع البانل الشمال ورا، اخر بانل خالص في الشمال ورا. اوكي، في زرار كده تلاقي في، هو معمول على في النص ومعمول عليه لوك بالبرتقاني، لا يروح يمين ولا يروح شمال. شايفه ده؟ فيه رياض تك كالك. ده انا مش عندي، مش مكتوب بقى حاجة، بس هو في واحد برتقاني خالص لوحده تحت خالص، صح؟ الشمال. على الشمال في واحد ايوه برتقاني خالص الشمال، برتقالي لوحده على خالص، اوكي. فوقيه واحد، في فوقيه واحد وفوقيه واحد، اللي هو اللي تحتيه اللمبة البرتقاني والأخضر، ايوه هو ده اللي فوقيهم بقى. تيست ما مش عارف، بس ده هطلع انا مش عارف مكتوب، يعني مش عارف مكتوب عليه ايه، هطلعه لفوق، هطلع الكفر بتاعه لفوق، وبعد كده تجيبه لليمين. اه، هتلاقي فيه لمبة نورت، هتلاقي فيه لمبة نورت ايوه نورت اخضر، اقفله تاني. اقفله اه، يعني ارجعه رجع للوسط. اه للوسط واقفله تاني. اوكي، وعشان ايه ده؟ تست تقريبا الفلاي باي واير، حاجة تبع الفلاي باي واير اوكي. تقريبا طب يعني. بقول لك ايه، ها الزرار اللي على اليمين اللي هو في الحتة المستخبية دي اللي على تحت خالص، لما بجيبه على فوق الورنينج لايت بتسكت، ما بيبقاش عندي غير البارك. طيب، ما هو ده الصح. هو ده الصح بتاعه، مش اه فاكر. اوكي، اللايتس فين يا جماعة؟ اللايتس كوكبيت لايتس ولا الفورميشن لايتس؟ لا هو انت مشغل اللايتس اوريدي، الفورميشن لايتس. شايف التروتل فين؟ فوق التروتل في اتنين بانلز كده، اللي هما اخر اتنين بانلز قبل الراديو، او اول بانل بعد الراديو على طول تحت. شايف الراديو فين؟ ايوه شايف الراديو تحت الراديو على طول، اول زرارين في اول صف، اول زرارين على الشمال. خلاص كده. اوكي، هنشغل الهد. تحت الهد على طول في زرارين صغيرين كده طالعين تحت الهد على طول، في زي اتنين سويتش كده مستخبيين ما بين الشاشة، ما بين الشاشة وما بين الهد. الشاشة والهدر. في الشاشة فين؟ الشاشة اللي الرادر. تحتك الرادار سكرين، الشاشة والهدر. في زرارين صغيرين كده. اه اللي على الشمال ارفعه فوق مرتين. اللي على الشمال خالص؟ اه اللي على الشمال ارفعه فوق مرتين مرتين؟ او مرة، مش هتفرق. اوكي الهد اشتغل؟ لا الهد مش اشتغل، مفيش مشكلة. الهاد اشتغل، ادالك ال، اشتغل. اوكي جود. عشان تشغل الرادار بتاعك، في الرادار نفسه اخر زرار في الشاشة بتاعت الهاد، اخر زرار على اليمين تحت، اللي هو جنب ال3 سبعات، جنب ال7 سبعات، ارفعه لفوق هيشغلك الرادار. كده الشاشة بتاعت الرادار اشتغلت. عايز تشغل الرادار اخر زرار تحت في اللي هو سي زي ام تي اللي هو بين A و M، ام و اي. اه نعمله M تحت الرادار. تحت الرادار تحت في شاشة الرادار تحت. اوكي كان صغير ما شفتوش. اوكي عايز بقى تشغل الرادار نفسه. تحت الثروتل على طول هتلاقي فيه زي سويتش كده مدور مكتوب عليه انت الفي. عبد اللطيف يا جامد.
اوكي تحت الثروتل. تحت الثروتل في على مش يعني فوق الثروتل، او لما الثروتل تبقى على الايدل فوقيها على طول كده زرار معمول على زي 8 بالعربي زي الفي مقلوبة نوب، مش نوب. زرار، مش سويتش. هو الوحيد اللي مكتوب عليه بالفي، مكتوب عليه في. خلاص 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 اوكي هاتوا لفوا، خلي الفي تبقى بصة، السهم نفسه يبقى باصص للشمال، لليمين، انا اسف، لليمين، اخر اوكي اليمين. ماشي. هتلاقي الايه، وكليك واحد بيخليه ورم اب، بعد كده بقى على اليمين خالص اللي انت عايز تشغله، اوكي. فانت كليك واحد يبقى انا معرفش البتاع بتشتغل ازاي، النوز ويل ستيرنج، البتاع بتاعها ايه؟ حرف الاس على الكيبورد، اعمل اس يا امين. هتلاقي عند علامة الجير نور لك نور ازرق. صح كده صح كده هذا النوز ويلنج بتاعك لما اشتغل، يدور معناها ايه؟ معناها لوك معناها ولا ان انلوك؟ النوز ويل شغال. النوز ويل نصيحة شغال. ما تعملش تيك اوف هو النوز ويل شغال. اوكي اوكي كده احنا اول سيت. طب ثانية واحدة انا بس سيت، عشان احط معايا تانك، عشان انا معيش لا تانك. بس الباركينج بس انزله اه بالظبط. انزله وانت حتى لما البارك هينزل هتلاقي اللمدة بتاعت البارك تحت. هي الطيارة هتتحرك بالايدل، مش لازم هي بتتحرك في الايدل، انا شايفك وقت سكيد مع نفسك، فالحق ارفع الباركينج بريك. ارفع الباركينج بريك او دوس على البريكس نفسها. هفضل دايس دبليو. ماشي انا ثانية واحدة بس بحط تانك، انا حطيت التانك. يلا اوكي، وانا سامع صوت ال F-15 بس مش الفيول فين؟ شايفه. اوه there is there is الي فيول، هلان بوطى معاك. ما انت معاك ال الفيول على اليمين، عم انت لو ادي راب هتلاقي جنب ال خلاص يلا ال اوكي. يلا يلا شكلها جامد فشخ. كمان بعيد تحس انها، استنى دي F-16 مش F-15 اللي بتضرب في ده. انا هبقى ساكن وامين هيبقى تالت. ماشي لا لا، امين هيبقى فيرست. ايه ده ايه ده، اوبا اوبا اوبا، ايه الضرب ده؟ اه ما دي ماشي اف ضرب 16 جايه تضرب علينا. هنزلها يا ضربوها ديني. ضربوها ضربوها. ضربوها اه اوه ده كده ونزل، كده ضرب. نزل عندنا اهو الواد ده اسرائيلي يا جدعان. الواد ده اسرائيلي يا جدعان. وتبقى الطياره الثانيه هي فوق. كسر الطيار تقريبا نازل فوقيه. ده انت هتتنفخ، هيقول لك انفخوه دلوقتي. اصبر بس. احول الهارد للكومبات مود ازاي؟ بالفورورد، ال لكن انا عايز ام سي اشوف فورورد. انت طلعت من ورا ليه خالص كده؟ مين اللي طلع من ورا خالص ده؟ مفيش مشكلة مفيش مشكلة، استنى يا بيه ما تطلعش، خلينا نطلع بابا. مود ازاي؟ لازم تبص عليها بقى، لان انا كل ده عامله على الجويستيك. عامله على الجويستيك. اسمها ايه اسمها ايه؟ مش فاكر انت لسه قايل اسمها دلوقتي حاجة فورورد. الفورورد، معرفش ايه، سي ام اس فورورد ولا تي ام اس فورورد. اطلع يمين انت في الاول، انا اللي في الاول اهو. انت في الاول. اوكي سبيشال مود افتر وافتر فورورد سبيشال مود، ايوه هي دي. دي مش معمول، مش معمول لها بايندنج على الكيبورد. ما دي انا هعمل لها بايندنج عندي على اسمه ايه، على الجويستيك. يا لهوي، يعني في عيارات في جنب الكهرباء دي. اطلع قدام شويه شقيق. اوبس.
قد ايه؟ كابتن سيف تايمد اوت؟ اه ايه اللي حصل؟ كرشت ولا ايه؟ لا 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 لا، اسمه ايه ده؟ الحرارة بتاعت التليفون قطع عندنا، فالنت بعت شوية. يلا يا معلم. جاي وراك. اوكي بريك داون بريك داون. الاوفر ويت لاندنج مش عايز يظبط معايا. اوكي ماشي بريك داون. 80%. انا جاي. لا في ناس وينه مش مستناك. بريكس ريليس. طالعين تتعبوا. فول برنر. انت لو شفت التيك اوف ده، يا معلم. الله الله، اسرع من 121. لو شفت التيك اوف ده جامد اخر حاجة على فكرة. احنا عملنا تيك اوف جامد قوي على فكرة. عايزين بقى نكمل المصلحة ونتعامل مع الطيارات دي. طير ناحية المطار بقى بريك فورميشن، وطير ناحية المطار سكان قنص حرة يعني. طيب بريك رايت، بريك رايت ريان، بريك رايت. الطيارات هتبقى لسه موجودة أصلا؟ والله بقى اللي تلاقيه هاته في الجوال. أنا عايز أطير فورميشن يا جدعان. هنطير، هنلف هنلف على بعض دلوقتي. كتير يا عم. أنا بحاول أشغل الرادار بس يا إخوانا، مش بحاول أعمل حاجة كتير. أحي أنا معيش ولا اسمه إيه، أنا ما نسيت أخد أي اسمه إيه معايا. في اف 16 دول كلهم بالنسبة لي. فين انت؟ على الارض مش كده؟ لا انا فوق. فوق فين؟ وانا معيش غير ام رام. انا معيش اي حاجه اصلا، وانا مش شايف اي حاجه. هو بيتضرب اهو. ده بس انا عرفت هو فين. لا ده انت. هو فين؟ انا مش شايفه لحد دلوقتي، مش شايفه. ده انت ده تقريبا جبته. ده اف 15 ده عبد اللطيف. ايه عبد اللطيف هو راح فين؟ جبته. اه وراه. انا بسطول، انا 62 سرعتي، 62. ده تكسب ال اس يو 27 بالطيارة دي يا كتاب. اه بوتت لقيته. بيعافر بيعافر فشخ مع الدفاع. لا لا ده مش صاروخ، ده انا عملت لوك عليك في المطار. لا في حد بيضرب صاروخ يا جدع، عملت لوك عليك على الامرام بالغلط. اه ده في صاروخ بتاع جو رشا العدو. وسع يا عمر، وسع يا عمر، اضرب صاروخ. انا الولد اللي انا كنت بتفرج عليه امبارح كان النجيله باينه عنده من فوق، معرفش ازاي. لا دي الناس فاجره يعني، فاجره بتاع معلية كده في الباور بتاع. ما انا معليه على الاخر. لا ال الدرو ديستنس بتاع ايه؟ الدرو ديستنس بتاع اسمه دوت الحشائش والكلام ده.
يلا فورميشن بقى. هو انا ليه مش عارف؟ اوكي. انا هلان اخد معايا صواريخ تاني ما عشان الاف 16 اللي فوق مفيش حاجة فوق خلاص يا عم، في اف 16 فوق مفيش. صدقني انا مش شايف حاجة، انا كنت باخد الاسم بالفورميشن لايتس مفتوحة بنزين والحمد لله الدنيا جميلة. مين بقى هيلاند؟ مين البرايورتي؟ علشان انا الطيارة عندي متدمجة. انا فاينلز، انا ليفت داون ويند. انا برضه ليفت داون ويند بس انا هيدنج 260. انت عارف ازاي ليفت داون ويند؟ ده هو في اتجاه المطار، في اتجاه الران واي. لا مش كومة عكس الرنوي. لا يعني لما تبقى جاي عكس الرنوي، عكس الرنوي اللي انت هتنزل عليه وهتلف شمال، اللفه الشمال لو انت هتلف شمال هتبقى اسمه ليفت داون ويند، ولو ده الرنوي هيبقى شمالك وانت بتلف شمال بقى يبقى اسمه ليفت بيز. انا تيرنينج بيز ليفت لاندد كده، انا في البيز ليج اللفه اللي انا فيها دي. مفيش فلابس؟ لا مفيش فلابس. فلابس اوتوماتيك، هو فيه بس اوتوماتيك. كده كده انا لفيت يعني بيز. مع الجير. لما اجي الف اللفه اللي بعديها بقى ام تي اف تبقى اسمها فاينل. يبقى انا كده تيرنينج فاينل. تيرنينج فاينل. ناحية الران واي. وانا تيرنينج فاينل ران واي اللي هو 08. لو عكس الاتجاه اللي احنا طلعنا من الجير ده. طب اضرب كليرز كده. ده براشد. معلش يا اسطى انا طيارة مضروبة. انت بعيد عني. لسه بتاع 5 3 100 فاينل كده. Runway clear. سلام على الحلاوه. الاف 15 واقف في المخطر. يا سلام الاف 15 واقف. الاف 15 واقف داخل على اللاندنج. ايه رايك يا امين في المراج؟ حلو. فيري فيري مانوفر روعه. اكسلريشن بيرد فيزيبيليتي حلوه. انا جبت انا جبت بيها انا جبت بيها 60 دلوقتي. 60 60 نوت 60 نوتس. وعملت ريكفر تاني 60 نوتس. واللاندنج بتاعها كام؟ 120. لا لا 150 160 150 160. اوكي مين اللي قدامي ده؟ انا ناحيه الليفت فين؟ انا واخد الرايت. ليك رايت بقى لغايه استدعي ايه ربنا ايه ان احنا ما نكشفش في الرانو دي. انا شايفك اعمل خير باذن الله. انا سبت لكم مكان هعمل ري ارم اند ريفيول وبي رايت باك. انا هعمل الريبير كده. اول مره اعمل فورميشن لاندنج في حياتي. هو انا انتندد بس ماشي. اوكي نزلت سليم. الاير بريكس في الطياره دي بشعه. على الوينز اتنين فوق واتنين تحت. اتنين فوق واتنين تحت. انا بي رايت باك.
معانا الجثة، الجثة سليمة.